بسم الله الرحمن الرحيم. هبدأ دلوقتي ريكورد بتاع البلادر، اليورينري بلادر سيستم. السيستم ده صغير قوي، ما فيهوش يعني، هو بس كام 4 صفحات وسهلين جدا، فهيخلص بسرعة بإذن الله. وبقية الكيدني إن شاء الله هكملها يوم الجمعة والسبت. بالنسبة لليورينري بلادر ديزيزز، فاحنا هناخد منهم حاجات نون نيوبلاستيك وحاجات نيوبلاستيك. اول واحد من النون نيوبلاستيك ديزيز حاجة اسمها الدايفرتيكولوزيس اوف يورينري بلادر. يعني ايه بقى دايفرتيكولوزيس في اليورينري بلادر؟ يعني لو احنا عندنا دي مثلا كده الول، ده كده الول بتاع اليورينري بلادر بالمنظر ده. بيكون الول عبارة عن ايه؟ زي اي سيستم، عبارة عن ميكوزا وسب ميكوزا ومصل لير. كل ده، دي الميكوزا تمام والسب ميكوزا والمصل لير. لما بيحصل اي نوع من انواع الاوبستراكشن في الحتة دي، طبعا دي اللي بتوديها، الجزء ده بيودي على اليوريثرا، وهنا كده في الاتنين يوريترز. لما بيحصل اي سورس اوف اوبستراكشن، اليورين كله بيتجمع هنا في اليومن بتاع اليورينري بلادر. فاليورين لما بيتجمع بيضغط طبعا على الايه، على الميكوزا بتاعت اليورينري بلادر، فبيزق الميكوزا فيخليه يحصل لها اوت باوتشنج عن طريق ايه، وسط المصل. يا اما الميكوزا لوحدها هي اللي يحصل لها اوت باوتشنج عند جوه المصل لير كده تمام، فده بيسموه ميكوزا دايفرتيكولي. يا اما اليورينري بلادر تبقى بالمنظر ده كده مثلا، ويحصل اوت باوتشنج للجزء ده كله للميكوزا بالمصل لير، فتلاقي الرينال بلادر كده والميكوزا والمصل لير هما اللي حاصل لهم ايه، اوت باوتشنج من الول بتاع اليورينري بلادر. يبقى الاوت باوتشنج بتاع الميكوزا لوحدها او كل اللير ده بسبب الاوبستراكشن وزياده البريشر في اليومن بتاع اليورينري بلادر، ده بيسموه يورينري دايفرتيكولوزيس. في منه نوعين، نوع كونجينيتال ونوع اكوايرد. النوع الكونجينيتال بتبقى فيه مشكله ويكنس في المصل لير بتاعت اليورينري بلادر، وبيكون معاها برضو حاجة عاملة obstruction. فويكنس في المصل لير مع obstruction يخلي اليورين كله متجمع هنا في الول، وفيزق على الميوكوزا والمصل لير لان المصل لير ضعيفة تمام، فيحصل out pouching بتاع كل اللايرز بتاع اليورينري بلادر. والكونجينيتال دايفرتيكولي دهيت بتحصل يعني بتبقى غالبا ان هي سنجل، يعني واحدة بس، بتبقى تلاقي البلادر كلها فيها سنجل دايفرتيكولي. لكن الاكواير دايفرتيكولي بتحصل during life نتيجة الاوبستراكشن مثلا بستون بتيومر بأي حاجة، بيزق على الميوكوزا بس لكن مش بيزق على المصل لير لان هي مش كونجينيتالي ويك تمام، فبيحصل اوت باوتشنج بس للميوكوزا ثرو الويك ماسل لاير. وممكن تبقى مالتيبل، يعني ممكن تلاقي واحده دايفرتيكولي هنا وواحده دايفرتيكولي هنا وهكذا. يبقى الفرق بين الكونجينيتال دايفرتيكولي والاكواير دايفرتيكولي ان الكونجينيتال فيه اوت باوتشنج بتاع كل اللاير، لكن الاكوايرد فيه اوت باوتشنج بتاع الميوكوزا بس. الكونجينيتال بيكون فيه كونجينيتال ويك ماسل، لكن الاكوايرد لا، ما فيهوش كونجينيتال ويك ماسل ولا اي حاجه، ده بالعكس الماسل ممكن يحصل فيها هايبرتروفي نتيجة لوجود الأوبستراكشن ووجود زيادة في البريشر في اليوم بتاع اليورينري بلادر، فلما بيحصل هايبرتروفي للمصر. طيب الكونجينيتال دايفرتيكولي بتبقى سنجل، لكن الأكواير دايفرتيكولي بتبقى مالتيبل. الكمبليكيشن ايه؟ الكمبليكيشن ان دي طبعا سورس فور الانفلاميشن وانفكشن، مش في يورين متجمع في وسط الدايفرتيكولي دي، اليورين ده طبعا يحصل له انفلاميشن، يعمل حاجه اسمها دايفرتيكولايتس. دايفرتيكولايتس يعني التهاب في الدايفرتيكولي ده هي. تمام، مش اليورين لما بيتجمع هنا بيكون ستاجننت، مكان روكد، وهو اصلا فيه سيكندري انفكشن، فده بيكون سورس للستون فورميشن. يبقى اليورين اللي بيتجمع في الدايفرتيكولي ده عباره عن ايه، ده سورس فور انفلاميشن وسورس كمان فور اليورينري كالكولاي او فور الستون فورميشن. خلصنا موضوع الدايفرتيكولايتس. في بقى الانفلاميشن بتاع اليورينري بلادر. الانفلاميشن ده قسمناه لحاجه من الاثنين، يا اما اكيوت انفلاميشن يا اما كرونيك انفلاميشن تمام. طيب الاكيوت انفلاميشن دي قسمناها لحاجتين، الاكيوت سابيوريتيف انفلاميشن اللي بيكون معاها باس اللي هي سببها بايوجينيك اورجانيزم، والنوع التاني اسمه اكيوت هيموراجيك انفلاميشن، ودي بتحصل ككومبليكيشن
من الدراج. فاكرين الهيموراجي احنا خدنا النون، احنا خدنا الانفلاميشن يا سابريتيف ولا نون سابريتيف. السابريتيف اللي هي كوز ذا باس فورمينج اورجانيزم، لكن النون سابريتيف دول مالهم؟ اللي كانوا 6 انواع، كان منهم نوع اسمه هيموراجي كان انفلاميشن ومع بلاد. دي بتحصل ككومبليكيشن من الناس بتاخد سيرتن دراج اسمه سايكلوفوسفامايد. سايكلوفوسفامايد ده انتي تيومر كيموثيرابي، فالناس اللي بتاخد الدراج ده بيكون فيه كومبليكيشن ليه ان ممكن يعمل هيموراجيك سيستايتس نون سابيوريتيف انفلاميشن في البلادر من النوع الهيموراجيك. طب الكرونيك سيستايتس دي كرونيك انفلاميشن في اليورينري بلادر، والكرونيك انفلاميشن دي ممكن يكون سببها بالهاريزيسس، ممكن تكون سببها حاجه نون سبيسيفيك يعني كبوست يعني بعد اكيوت انفلاميشن اكيوت قلبت كرونيك، وممكن تكون سببها بالهاريزيسس او التي بي. الكرونيك انفلاميشن اللي بعد الاكيوت بنسميها كرونيك نون سبيسيفيك، لكن الكرونيك انفلاميشن اللي نتيجه للهاريزيسس او نتيجه للتي بي دي بنسميها سبيسيفيك. طبعا التي بي بتاع اليورينري بلادر بيجي لها منين؟ غالبا ترانزليومينال. يعني ايه ترانزليومينال؟ يعني يكون مثلا في تي بي في الكيدني، والتي بي ده عندنا 2 كيدني اهما يكون فيهم تي بي ولا حاجه. التي بي اتنقل عن طريق الاثنين يوريتر دولم ونزل فين؟ لليورينري بلادر، يعمل بقى فيها التي بي ألسر اللي هو بتاع اندرمايند ايج ويلوكيزيس فلور وسوفت بيز والكلام اللي احنا خدناه في التي بي ده هوت. فغالبا التي بي في اليورينري بلادر بيتنقل لها ترانس ليومينال عن طريق مين؟ اليوريترز. طيب افرض البلادر فيها اكيوت انفلاميشن، هيكون ايه البيكتشر بتاعتها؟ طبعا الميكوزا يكون كونجستد وإديميتس وهايبريميك والحاجات دي كلها. طب لو في كرونيك انفلاميشن طبعا البلادر هيكون ليها فيها سيك وول، هيكون فيها فايبروزس. طب تحت الميكروسكوب هيكون شكل البلادر ايه في الاكيوت انفلاميشن؟ انفلتريشن بالاكيوت انفلاماتوري سيلز اللي هم الميكروفيجز والنيوتروفيلز وكونجستد كابيلاريز وإديما. لكن لو في كرونيك سيستايتس هيكون في انفلتريشن بالكرونيك انفلاماتوري سيلز اللي هم مين؟ اللي هم بنسميهم مونونيوكلير انفلاماتوري سيلز. مين هم المونونيوكلير انفلاماتوري سيلز دول؟ اللي هم البلازما سيلز ومين تاني؟ وال بتاع ده والليمفوسايت. تمام. طب العيان اللي بيجي لنا عنده سيستايتس بيجي بيشتكي من ايه؟ بيشتكي من ترايد، من 3 حاجات. يجي يشتكي من لاين بين. يعني ايه لاين بين؟ يعني وجع في اللاين اللي هو مكان الكيدني. سوري انا اسفه، مش السيستايتس اليورينري بلادر مش لاين بين. اللاين بين ده لو في التهاب في الكيدني، لكن لو في بلادر انفلاميشن بيكون الانفلاميشن سوبرا بيوبيك. تمام. في الحته اللي هي فين؟ في السوبرا بيوبيك ريجن، ده بيكون مكان الوجع بتاع السيستايتس. تاني حاجه العيان بيكون عنده ايه غير سوبرا بيوبيك بين؟ العيان بيكون عنده فريكوانسي اوف اليورينيشن، داخل طالع على الحمام كل شويه فريكوانسي. عنده كمان ديسيوريا، ديسيوريا يعني بين ديورينج اليورينيشن. تمام. يبقى العيان بيجي بسوبرا بيوبيك بين، وبيجي بفريكوانسي اوف يورينيشن، وبيجي كمان من ديسيوريا. طب الالتهاب ده ممكن يحصل فيه ايه؟ الالتهاب ده ممكن لو في التهاب في اليورينري بلادر، ايه الكومبليكيشن؟ احنا اتفقنا اي كومبليكيشن في الدنيا مهم. الالتهاب في اليورينري بلادر ده بيغير البي اتش بتاع اليورين، فممكن يحصل فيه على طول ستون، تغيير البي اتش بتاع اليورين زي ما هناخد في المحاضره الجايه، يعمل ستون فورميشن. تمام. طب الالتهاب الاكيوت ده ممكن يقلب كرونيك ويعمل فايبروزس، والفايبروزس بيعمل حاجه اسمها كونتراكتد بلادر. تمام. الالتهاب ده ممكن يعمل هيماتوريا. يعني ايه هيماتوريا؟ يعني دم ينزل في اليورين. تمام. طيب ممكن يعمل كمان الالتهاب ده ممكن يحصل له سبريد عن طريق اليوريتر، ويروح يعمل لنا فوق بايلونيفرايتس. بايلونيفرايتس يعني التهاب في الكيدني. تمام. طيب يبقى المهم قوي الكومبليكيشن بتاعه الانفلاميشن اوف يورينري بلادر دي. طب اليورينري بلادر تيومر دول بقى مهمين جدا جدا جدا. اليورينري بلادر تيومر ار فيري امبورتنت. تمام. لان دي حاجه احنا بنشوفها كتير قوي في الكلينيكال، بتجي لنا كتير قوي الحاجات اللي هي الانفلاميشن في اليورينري بلادر دي، التيومرز اوف يورينري بلادر. التيومرز اوف يورينري بلادر بقى عندنا لازم اول حاجه تبقى عارف الانسيدنس بيحصل في انهي ايج. بيحصل اراوند الايج اوف 50. طب بيحصل في مين؟ ميل اكتر من الفيميل. تمام. يبقى هو بيحصل اراوند الايج من 50 ل 80. السكس بيحصل طبعا في الميلز اكتر من الفيميلز. تمام. طيب هناخد دلوقتي الكلاسيفيكيشن. احنا خدنا خلاص الايج والسكس، واتفقنا ان احنا عندنا اي تيومر لازم ايه كلاسيفيكيشن. فيري امبورتنت الكلاسيفيكيشن بتاع اي تيومر في الدنيا زي ما اتفقنا مهم جدا. اليورينري بلادر تيومرز طبعا الكلاسيفيكيشن بتاعتنا هتبقى يا اما بيناين، يا اما ايه؟ يا اما حاجه مالجننت. طيب المالجننت دول يا ولاد بنقسمهم اول حاجه يوروثيليال. يعني ايه يوروثيليال؟
يوروثيليال تيومر اللي هي التيومرز اللي طالعه من الترانزيشنال ايبيثيليوم، يا اما مش يوروثيليال اللي هم مين سكويموس سيل كارسينوما، يا اما ادينو كارسينوم. تمام، اليوروثيليال دولم هنقسمهم لايه بقى؟ اليوروثيليال دولم هنقسمهم لحاجتين، بابيلاري ونون بابيلاري. خلاص، بابيلاري وايه ونون بابيلاري. والبابيلاري دولم هنقسمهم لايه؟ لانفيزيف ونون انفيزيف. تمام، ونون انفيزيف. يبقى تاني لما يجي يقولك كلاسيفاي اليورينري بلادر تيومرز، هتقسمهم اول حاجه بيناين ومالجننت. طبعا المالجننت دول هنقسمهم لايه؟ لكارسينوما وساركوما. هنقسم المالجننت دول لساركوما ولكارسينوما. الكارسينوما دهيت هي اللي احنا هنقسمها يوروثيليال وسكويموس سيل كارسينوما وادينو كارسينوما. اليوروثيليال دول بقى هنقسمهم لبابيلاري والنون بابيلاري. البابيلاري هنقسمهم لانفيزيف ونون انفيزيف. تعالى ناخد بقى الكلام ده كل واحده فيهم يعني ايه. اما بنيجي بنتكلم هنا عن قبل ما ناخد الكلاسيفيكيشن بتاعت اليورينري بلادر وناخد كل واحده من دول كده بتتكلم عن ايه، في حاجه هنا اسمها مهمه جدا لازم تعرفوها، اسمها البري ديسبوزنج فاكتور والبري كانسرس ليجن. اتفقنا ان البري ديسبوزنج فاكتورز اي حاجه بنتعرض لها بتؤدي لحدوث الكانسر ده، زي ايه مثلا؟ زي الشستوزوما في الموست كومن البري ديسبوزنج فاكتور للرينال بلادر تيومر هي بلاريزيس، الشستوزوما هيماتوبيم. طيب الشستوزوما هيماتوبيم دهيت فيها بتعمل، لو انتوا خدتوها بتعمل ليجنز بري كانسرس. فاكرين لما خدنا بلاريزيس قلنا مين هم البري كانسرس فيها؟ كان البري كانسرس ليجن في البلاريزيس كانوا هم السيستايتس جلانديولاريس، كانت بتقلب ادينوكارسينوما، كان عندنا اللوكوبليكيا، وكان عندنا السكويمس ميتابليزيا. دول كانوا بيقلبوا ايه؟ كانوا بيقلبوا سكويمس سيل كارسينوما. تمام كده، يبقى احنا كنا خدنا البريكانسرس ليجن في البلهارزل سيستايتس كانوا مين؟ السيستايتس جلانديولاريس تقلب ادينوكارسينوما، وكان عندنا كمان السكويمس ميتابليزيا واللوكوبليكيا والديسبليزيا، دول كانوا بيقلبوا سكويمس سيل كارسينوما. قال لك كمان الدوده اللي هي الشستوما ميتوبيام بتطلع حاجه اسمها التريبتوفان ميتابولايت. التريبتوفان ميتابولايت اللي بتطلع من الدوده دي بري كانسرس كارسينوجينيك، مش سوري مش بري كانسرس، اقصد كارسينوجينيك، بتؤدي لحدوث الكانسر. تمام، كمان الدوده نفسها السكندري انفكشن بيها، الدوده وهي موجوده ممكن يعني ده الدوده دي ايه بارازيتك، ممكن يحصل سكندري بكتيريال انفكشن، يعني بكتيريال انفكشن اون توب اوف بارازيتك انفكشن اللي موجود ده. خلاص، فالسكندري بكتيريال انفكشن ده باي اورجانيزم زي مثلا الايكولاي بيحول حاجات في اليورين، مواد موجوده في اليورين اسمها نيترايت ونيتريت لمواد تانية اسمها نيتروزامين. النيتروزامين ده كارسينوجينيك برضو. تمام، يبقى دي الحاجات اللي بتعملها الشستوزوما هيماتوبيم اللي تؤدي الى حدوث التيومر، اللي هم البريكانسرس ليجن اللي احنا قلنا عليهم، تاني حاجه التريبتوفان ميتابولايت، تالت حاجه السكندري انفكشن بالايكولاي اللي بتحول النيترايت والنيتريت لنيتروزامين اللي هم برضو ايه بريكانسرس كارسينوجينيك. تمام، طب ايه تاني غير الشستوما هيماتوبيم يؤدي الى حدوث البلادر تيومر؟ سيجرت سموك في مواد برضو كارسينوجينيك. تمام، الناس اللي بتشتغل في مصانع زي مصانع الرابر والحاجات دي كلها والبلاستيك برضو بيتعرضوا لمواد كارسينوجينيك. يبقى لما اجي اقول لك البريديسبوزنج فاكتور هتقولهم لي كلهم، لما الشستوزوما بجميع اسبابها والسيجرت سموك والاندستريال كارسينوجينز. طب لما اجي بقى اقول لك قول لي مين البري كانسرس ليجن، اللي انا قلت ده كله بريديسبوزنج فاكتور، لازم انت تفرق ما بين حاجه اسمها بريديسبوزنج فاكتور وبري كانسرس ليجن. لما اقول لك بقى مين هم البري كانسرس ليجن، يبقى هتقول لي سيستايتس جلاندولاريس والسكويمس ميتابليزيا واللوكوبليكيا والديسبليزيا. يبقى زي ما قلت كتير قوي لازم تفرق ما بين حاجه اسمها بريديسبوزنج فاكتور وحاجه اسمها ايه البري كانسرس ليجنز. طيب تعالوا بقى ما ناخد بقى الكلاسيفيكيشن اوف التيومرز ده. احنا خلاص قسمناهم لبيناين ومالجننت. البيناين يعني غالبا هنجيب سيرته كده في النص كده بحاجه بسيطه، ملوش وجود قوي معانا، احنا اهم حاجه بنركز على المالجننت تيومرز. طيب المالجننت تيومر يا ولاد احنا قلنا ان نقسمهم الى ساركوما وكارسينوم. الساركوما دولم ممكن اللي هم الساركوما دولم انا اللي هي هيبقى طالع يعني ورم طالع منين؟ من السموث ماسل فلينري بلادر اللي هي مثلا زي لايوميوساركوما، ممكن من الفايبروس تيشو اللي هو كونكتيف تيشو فايبروساركوما، قول اي حاجه
من الساركوماز، مش مشكله مجرد اكزامبلز وخلاص، ليومايو ساركوما، فايبر ساركوما، اي حاجه. نيجي ندخل بقى في الكارسينوما. اول حاجه اليوروسيليال اللي هو تيومر طالع من ترانزيشنال ابيثيليوم نفسه. تالت حاجه سكويمس سيل كارسينوما اللي هو التيومر اللي طالع اون توب اوف السكويمس ميتابليزيا او اللوكوبليكيا اللي ناتجه من الكرونيك اريتيشن اوف يورينري بلادر، سواء كان بكرونيك سيستايتس او سواء كان ببلهاريزيزس. يبقى البريكانسرس ليجن للسكويمس سيل كارسينوما هي السكويمس ميتابليزيا او اللوكوبليكيا اون توب اوف كرونيك irritation of urinary bladder لأي سبب من الأسباب، سواء كان بالهرزيس أو غيره. أي حاجة تعمل chronic irritation of urinary bladder، تعمل لنا squamous metaplasia leukoplakia، تقلب على طول squamous cell carcinoma. تمام. طب ال squamous cell carcinoma دي ال gross وال microscopic picture هتنقلوه بالتفصيل من ال general. طبعا ال gross picture اللي هو هيكون يا إما fungating يا إما infiltrative يا إما malignant ulcer. طب وتحت الميكروسكوب هتوصف ايه بالظبط؟ السيل نست بالديفرنت جريد اللي هو البرودر كلاسيفيكيشن بتاعها. يبقى السكويمس سيل كارسينوما هنا اكتب ان انت هتشرحها جنبها كده، اشرحها بالتفصيل من الجنرال. بالنسبه للادينو كارسينوما بقى او يورينري بلادر، بتيجي اون توب اوف ايه؟ هو البلادر اصلا ما فيهوش كولامنر ابيثيليوم، بس بيطلع اون توب اوف السيستايتس جلانديولاريس في حالات اليورينري بلادر بلهارزيزس، وكمان في حته كده في البلادر بتبقى كفرد بكولامنر ابسيليم اسمها اليوريكس. اليوريكس دي ممكن يطلع فيها ادينوكارسينوما. يبقى الادينوكارسينوما بتطلع منين؟ من الحته اللي اسمها اليوريكس او اون توب اوف السيستايتس جلانديولاريس بتاعه البلهارزيزس. لكن السكويمس سيل كارسينوما بتطلع منين؟ بتطلع اون توب اوف سكويمس ميتابليزيا او لوكوبليكيا اللي ناتجه عن الكرونيك بلادر اريتيشن، سواء كان بالهرزيس او غيره. طب شكل الادينوكارسينوما جروس ومايكروسكوب بالتفصيل من النظري. الجروس اللي هي تبقى فانجيتنج او انفلتريتنج او برضو مالجننت ألسر، وبالتفصيل هتكتب انواعها الويل ديفرانشيتد او الميوسين سكريتنج او الان ديفرانشيتد. يبقى لازم تشرح بالتفصيل الادينوكارسينوما من الايه الجنرال. تمام كده. طيب يبقى كده خلصنا من السكويمس سيل كارسينوما والادينوكارسينوما، خلاص حفظناهم كتير قوي وهتبقى سهله بالنسبه لكم. تعالى ناخد بقى الجديده اللي هي اليوروسيليال تيومرز. اليوروسيليال تيومر اللي هو كارسينوما اللي طالع من السكويمس ابيثيليوم بتاع اليورينري بلادر، دي قسموها يا اما بابيلاري يا اما نون بابيلاري. البابيلاري دي اللي هي عامله ايه؟ عامله فينجر لايك بروجكشن. لو ده السيرفيس بتاع اليورينري بلادر فالبابيلاري بتبقى عامله كده فينجر لايك بروجكشن اون توب اوف السيرفيس بتاع اليورينري بلادر. لكن النون بابيلاري لا، ده فلات، خلاص حاجه فلات كده على السيرفس، فلات ليجن على السيرفس. تعالوا ناخد بقى البابيلاري. البابيلاري دي يا ولاد يا اما التيومر بيبقى مالجننت، هو مالجننت يورينري بلادر، بس ليها تقسيمه خاصه شويه عن بقيه التيومر. يعني ممكن تكون البابيلي ده هي مالجننت بس مش عامله انفيجن لتحت، فبسميه نون انفيزيف بابيلاري تيومر. والتقسيمه دي موجوده بس في اليورينري بلادر، يعني كل الحاجات النون انفيزيف ما بنعتبرهاش انها مالجننت. تمام. بنعتبرها ان هي precancerous lesion كارسينوما in situ او ممكن تبقى benign او اي حاجه. لا، هنا البابيلي اللي هي بتاعت urinary bladder اللي هم non invasive دول احنا بنسميهم بيبقوا كانسر برضو، وبنسميهم non invasive papillary urothelial carcinoma. تمام. في بقى الانفيزيف، مين هم الانفيزيف؟ ان التيومر ساب الابيثيليوم اللي فوق ده وعمل انفيجن للسب ابيثيليوم. السب ابيثيليوم في اليورينري بلادر اللي هو اسمه اللامينا بروبريا، يا اما عمل انفيجن لمين؟ للماسل لاير اللي تحت. يبقى ده معنى كلمه انفيزيف. انفيزيف يعني التيومر عامل انفيجن للسب ميكوزا او لمين؟ او للماسل لاير. وعلى حسب الدبس اوف الانفيجن، على حسب التيومر ده عامل انفيجن لتحت لغايه فين، ده بيفرق جدا في البروجنوزس بتاع العيان. كل ما بيحصل ديب انفيجن لغايه ما توصل للماسل لاير، طبعا العيان ده بيكون ليه بور بروجنوزس، يعني يموت اسرع من العيان اللي عنده سوبرفيشال تيومر. تمام. يبقى انت عندك البابيلاري قسمناه للنون انفيزيف ان التيومر كونفايند بس للابيثيليوم، لكن في تيومر تاني اللي هو بيكون انفيزيف، اللي هو بيكون يعمل انفيجن لللامينا بروبريا او يعمل انفيجن للماسل لاير. وعلى حسب الدبس بتاع الانفيجن طبعا ده بتفرق في البروجنوزس. تمام. ده اللي هو مين؟ الانفيزيف. طيب بالنسبه بقى لمين؟ للانفيزيف ده قسموه، عملوا له سوري للنون انفيزيف بابيلاري ده قسموه كده، عملوا له كلاسيفيكيشن معينه
WHO كده، في عندنا حاجة اسمها WHO، دي بتنزل كلاسيفيكيشن لكل التيومرز اللي في الدنيا. فهي قالت لنا خلاص انا هنزل لكم كلاسيفيكيشن للنون انفيزيف بابيلاري يوروثيليال تيومر. قالت لك هتقسمه لاربع حاجات. اول حاجه اسمها بابيلوما. يعني ايه بابيلوما؟ بروجكشن من على السيرفيس بناين تيومر ولا اي حاجه، ما فيهوش ولا سيلولار انابليزيا ولا اي حاجه. ده بناين تيومر عباره عن كور كونكتيف تيشو كور، والكفرنج بتاعته ترانزيشنال ايبيثيليوم، تمام، اللي هو مين اسمه بابيلوما اللي احنا خدناها في الجنرال عادي. وقال لك في ثلاث انواع تانيين، واحد اسمه بابيلاري يوروثيليال نيوبلازم اوف لو مالجننت بوتنشال، والتاني اسمه لو جريد بابيلاري يوروثيليال كارسينوما، والتالت اسمه هاي جريد بابيلاري يوروثيليال كارسينوما. خلي بالكوا كل اللي انا بقوله ده نون انفيزيف. يعني ايه نون انفيزيف؟ يعني من التيومر اللي موجود في الايبيثيليوم لسه ما عملش انفيجن. قسموا البابيلوما اللي هي البيناين والتلات انواع التانيين، اللي هو البابيلاري يوروثيليال نيوبلازم اوف مالجننت اوف لو مالجننت بوتنشال، واللو جريد يوروثيليال بابيلاري يوروثيليال كارسينوما، والهاي جريد بابيلاري يوروثيليال كارسينوما. طب قسمناهم على اساس ايه؟ على اساس الديجري اوف انابليزيا اللي موجود في التيومر. البابيلوما دي اول واحده دي هي بس البيناين ما فيهاش اي انابليزيا، لكن الثلاثه التانيين كلهم مالجننت. يعني ايه مالجننت؟ يعني فيهم فيتشرز اوف انابليزيا اللي هي الانكريز ان سي ريشيو والبليومورفيزم وهايبركروميزيا والبروميننت مايتوتيك فيجر والبروميننت نيوكليولاي والحاجات دهيت. طيب هي فيها ديجري اوف انابليزيا، بس بتختلف بقى. الديجري اوف انابليزيا بتكون بسيطه جدا جدا في البابيلاري يوروثيليال نيوبلازم اوف لو مالجننت بوتنشال، لكن بتزيد شويه في اللو جريد بابيلاري يوروثيليال كارسينوما، والانابليزيا بتبقى اعلى ما يمكن في الهاي جريد بابيلاري يوروثيليال كارسينوما. يبقى احنا قسمناهم النون انفيزيف بابيلاري تيومرز لايه بالظبط؟ قسمناهم للبابيلوما، خلاص ماشي، اللي هي بيناين، وقسمناهم بعد كده للبابيلاري يوروثيليال نيوبلازم اوف لو مالجننت بوتنشال، ولو جريد يوروثيليال كارسينوما، وهاي جريد بابيلاري يوروثيليال كارسينوما. الثلاثه اللي تحت دول على حسب الديجري اوف ايه اوف انابليزيا. هفرق في ايه لما اعرف التيومر ده انفيزيف ولا نون انفيزيف؟ ولا التيومر زي ولاد النون انفيزيف اللي بيبقى كونفايند للسيرفيس، الجراح بيدخل بالسيستوسكوب منظار ويشيل الماس دي وخلاص، وبيدي العيان كده فاكسين اسمه بي سي جي فاكسين بيحقنه في البلادر، فغالبا خلاص دي التريتمنت بتاعها اللي هي النون انفيزيف. ممكن يحصل ريكورنس في نفس المكان او في مكان تاني، اه ممكن، بس هو ده البروتوكول بتاع التريتمنت بتاعها، ان انا بشيل الماس وخلاص وبحقن بي سي جي فالعيان بيخف. لكن لو العيان بقى عنده انفيزيف تيومر عامل انفيجن لللامينا بروبريا، او بالذات التيومر اللي عامل انفيجن للماسل لير، ده على طول بيكون علاجه سيستكتومي. يعني ايه سيستكتومي؟ يعني بنشيل البلادر خالص، اسمها راديكال سيستكتومي، يعني بشيل اليورينري بلادر كلها، مش مجرد ما بس بدخل بالمنظار واشيل الماس، لا ده انا بشيل اليورينري بلادر كلها. فعشان كده مهم قوي تحت الميكروسكوب اما اجي اخد العينه منه اقول له هي فعلا انفيزيف ولا نون انفيزيف. تمام. في تيومر بقى اصلا نون بابيلاري، التيومر ده اساسا فلات او سوليد او نون بابيلاري. التيومر ده بيكون بيعمل ايه؟ بيكون كونفايند للسيرفيس، مش عامل بابيلي او اي حاجه، موجود بس في ترانزيشنال ايبيثيليوم. ممكن طبعا يكون بادئ بديسبليزيا او كارسينوما انسايتو، وبعد كده يبدا يعمل انفيجن لللامينا بروبريا وللماسل لاير برضو، ويبقى ايه؟ ويبقى انفيزيف. تمام. يبقى اليوروثيليال او البلادر كانسر بنقسمناه الى بيناين والى مالجننت. البيناين ممكن تقسمه برضو الى بيناين ايبيثيليال وبيناين ميزينكايمال. البيناين ايبيثيليوم زي مين؟ لايبوما، فايبروما، انجيوما، اي حاجه. طب سوري ده البيناين ميزينكايمال اللي هو الفايبروما واللايبوما والانجيوما والحاجات دي كلها. طب البيناين ايبيثيليال زي مين؟ زي البابيلوما. طب لو قسمناه لمالجننت، ساركوما وكارسينوما. الساركوما زي مين؟ انجيو ساركوما، فايبرو ساركوما، لايومايو ساركوما. طب لو كارسينوما بقى، ده بقى الكلام المهم، قسمنا لتلات حاجات، اليوروثيليال سكويمس سيل كارسينوما وادينو كارسينوما. خلي بالك كويس جدا 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 من السكويمس سيل كارسينوما، مين البريكانسرس ليجن اللي فيها. اي حاجه في البلادر تعمل كرونيك اريتيشن وتعمل لنا سكويمس ميتابليزيا ولوكوبليكيا سواء كانت لهاليزيس او غيره. طيب البريكانسرس ليجن بتاع الادينو كارسينوما السيستيتس جلانديولاريس في البلهرزيزس، يا اما بتبقى طالعه في حته اسمها اليوريكس يوريكال ريمننت في اليورينري بلادر، حته اصلا متغطيه بكولامنر ايبيثيليوم، والاثنين دول هنشرحهم بالتفصيل من الجنرال جروس ومايكروسكوب. طب اليوروثيليال تيومر هنقسمها لبابيلاري والنون بابيلاري. البابيلاري ده هيت
يا اما سوبرفيشيال على السيرفس اللي هي قسمناها، يا اما البابلوما اللي هي البيناين، الثلاثه تانيين اللي هم المالجنان اللي بيختلفوا على حسب الفيتشرز او على حسب الديجري اوف انابليزيا. لو ديجري اوف انابليزيا قليله قوي بسميه بابيلاري يوروثيريال نيوبلازم اوف لو مالجنانت بوتنشال، لو الديجري اوف الانابليزيا عاليه سنه يبقى لو جريد بابيلاري يوروثيريال كارسينوما، لو عاليه قوي يبقى هاي جريد بابيلاري يوروثيريال كارسينوما. تمام. طيب بالنسبه بقى للنون بابيلاري دول اللي هم مين، او سوري الانفيزيف الاول، الانفيزيف بابيلاري اللي بيعمل انفيجن اللامينا بروبريا والماسل لاير. طب النون بابيلاري ده بيبقى ليجن موجود على السيرفيس اول حاجه، وبعد كده يعمل انفيجن لمين هنا، لللامينا بروبريا، وبعد كده للماسل لاير، وممكن يبدا بكارسينوما انسايتو او بمين او بديسبليزيا. كل التيومرز دي العيان بيجي بيشتكي من ايه كلينيكال فيتشرز؟ العيان بقى بيشتكي من كلينيكال فيتشر يجي يشتكي من بينلس هيماتوريا. خلي بالك قوي ان الهيماتوريا لما الدم بينزل في اليورين ده لما بيبقى بينفول بنقول خلاص في انفلاميشن او اي حاجه هي اللي عامله الهيماتوريا دي، لكن الهيماتوريا يا ولاد البينلس اللي هي من غير اي وجع دي، الهيماتوريا دي غالبا بتبقى بسبب تيومر. البينلس هيماتوريا، كلمه بينلس هيماتوريا حط تحتها 100,000 خط عشان دي ممكن تيجي في كيس. تمام. painless hematuria دي ممكن تيجي في كيز، ودي ممكن بتدل على ان العيان عنده تيومر في اليورينري تراكت. تمام. سواء كان في البلادر نفسها او في الكيدني، فكلمه painless hematuria دي معناها ان في تيومر في اليورينري تراكت. طيب العيان بيجي بيشتكي من ايه؟ من فريكوانسي، برضو بيدخل حمام كتير، من urgency. urgency يعني فجاه يجيله ان هو عايز يدخل حمام دلوقتي مش قادر يمسك نفسه، دي معنى كلمه urgency. dysuria يعني بين during الايه المكتوريشن. طب السبريد العيان ده لما بيبقى عنده تيومر بيسبريد بيروح فين؟ يا اما دايركت سبريد للسراوندنج تيشو، لو في الميل ممكن تروح للسيمينال فيزيكلز، لو في الفيميل ممكن التيومر يروح للفاجينا في الميل او الفيميل، ممكن يحصل دايركت سبريد للريكتم. الاثنين طبعا ممكن يحصل فيهم الليمفاتيك سبريد، وبعد كده الديستنت بلاد سبريد للديستنت ايه؟ للديستنت اورجنز. تمام. الكوزس بقى بتاعت الهيماتوريا دي، هيماتوريا يعني بلاد في اليورين، دي تحفظوها بالتفصيل، دي تحفظوها لان هي ممكن تيجي ليست وما ينفعش اي حاجه، كلها حفظ بس. هو مقسمها لك بس اسباب بريرينال. بريرينال يعني ايه؟ يعني اسباب جنرال، يعني اسباب بتعمل جنرال بليدنج اللي هو فيتامين كي ديفيشنسي، هايبر تنشن، مشكله في الكواجيليشن. تمام. يا اما حاجات رينال كوز اللي هي مشاكل نفسها في الكيدني هي اللي بتعمل هيماتوريا، تيومار، ستون، اي حاجه. يا اما بوست رينال. بوست رينال يعني سيبنا رينال ونزلنا تحت بقى فين؟ في البلادر واليورينري تراكت اللي هو اللي تحت الكيدنز. فانت بس تحفظهم بنفس التقسيم، بري رينال كوز ورينال كوز وبوست رينال كوزز اوف ايه، اوف الهيماتوريا. تمام. وانتوا بتذاكروا لازم كويس قوي ان انت تراجع اللي انت مذاكره النهارده. لو هتيجي تراجع، لو ذاكرت النهارده صفحتين وجيت بكره ذاكرت صفحتين تانيين، لازم قبل ما ذاكر الصفحتين بتوع بكره راجع على بتوع امبارح. لازم تمشوا بنظام الكاميولاتيف اللي قلت لكم عليه في اول السنه خالص، ما تنسوهوش. حتى لو بالقرايه، حتى لو هتقرا فقط، اول مذاكره لو انت ذاكرت مره واحده بس وركنت الحاجه وجيت تذاكرها تاني او تراجعها يوم الامتحان، اعتبر نفسك ان انت يوم الامتحان مش بتراجع، انت كده تكون بتذاكر من اول وجديد. لكن مجرد ان انت قريت الحاجه امبارح وجيت النهارده قريتها تاني قبل ما تقرا الجديد بتاع النهارده، فهو ده اللي بيثبت المعلومه. غير كده اعتبر نفسك كانك ما ذاكرتش المره الواحده دي ولا حاجه. اللي بيذاكر مره واحده ويجي يشتكي في الامتحان ان هو مش فاكر حاجه، ده طبعا اكيد مش هيفتكر، لان المذاكره المره الواحده وبعدها الحاجه بتتركن، وذاكر فوقها جديد وذاكر فوقها جديد، ده يا ولاد مش ما خلي الواحد ما يفتكرش خالص، كانك اصلا ما ذاكرتش. لازم المراجعه، المراجعه اهم من مذاكره الجديد. حتى لو المدرج سبقك بمراحل، حتى لو هما سابقينك ب50,000 شابتر، المراجعه برضو هتظل اهم من المذاكره. بس كده، شكرا. المره الجايه ان شاء الله هقول بقيه شابتر الجديد.